طيب هننتقل مع حضراتكم لملف اخر وهو هام جدا الحقيقه. من كام يوم سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل رئيس وحده الوسائل التكنولوجيه المساعده والاجهزه الطبيه بمنظمه الصحه العالميه. ده كان لمتابعه توطين صناعه الاطراف الصناعيه والاجهزه التعويضيه. يمكن بدانا نشوف ترجمه هذا اللقاء دلوقتي من خلال مذكره تفاهم هيتم توقيعها النهارده بين جامعه القاهره التكنولوجيه واحدى الجامعات البريطانيه لتوطين هذه الصناعه في مصر. للتعليق على هذا الموضوع معانا على التليفون دكتوره هبه هجرس، رئيس لجنه الاعاقه بالمجلس القومي للمراه. صباح الخير على حضرتك يا دكتور، منورنا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير، وكل سنه وحضراتكم جميعا طيبين بمناسبه اليوم العالمي للاشخاص ذوي الاعاقه. اهلا بحضرتك يا فندم، كل سنه وحضرتك طيبه. طيب في البدايه احب اعرف من حضرتك يعني رؤيتك لاهميه هذا اللقاء واستقبال وحرص السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوطين صناعه الاطراف الصناعيه والاجهزه التعويضيه في مصر. الحقيقه انا استقبلت هذا الخبر بفرحه شديده، لان الحقيقه بشتغل مع الدكتور شبال خزنابس على التقرير العالمي اللي هيشمل كل دول العالم بما يخص الأجهزة التعويضية في العالم كله والتكنولوجيا المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة. وده تقرير احنا شغالين فيه بقالنا دلوقتي 3 سنوات، بنجمع كل المعلومات عنه في العالم كله. فسعدت جدا بأن فخامة الرئيس هيستقبل هذا الرجل العظيم، لأن هو من أهم الناس الملمة بما يحدث على مستوى العالم في كل الدول النامية والدول الكبرى، وكل يعني الموضوع تحت ايده. فكما عودنا الرئيس ان هو احنا ما بنقعدش نخترع العجلة، احنا بنجيب من الاخر وبناخد الخبرات كلها اللي وصل لها العالم ونبتدي نشتغل بيها. وطبعا ان فخامة الرئيس يختار هذا الخبير كاستشاري له في هذا المشروع بينم عن جدية ان احنا هنعمل حاجة على اعلى مستوى من الجودة، وايضا على اعلى مستوى من الحداثة اللي هتخدم الحقيقة مش فقط الاشخاص ذوي الاعاقة في مصر، لان احنا اذا تمكنا من ان احنا نصنع في مصر يبقى هنقدر نصدر للعالم العربي وأفريقيا وكل الدول النامية المجاورة، نقدر إن احنا نمدهم بأسعار مقبولة صحيح لاحتكاك لأجهزة عالية الجودة. طيب دكتورة بقى، يعني ربما مصر كانت يعني ليها خطوات في هذا الأمر، يعني ربما أنا شفت عدد كبير من المصانع في العبور وفي أكتوبر شغالة على ده من زمان. كان إيه اللي ناقصنا علشان نوصل للعالمية؟ يعني احنا بنصنع إيه وكان ناقصنا؟ يعني في تكنولوجيا معينة؟ لأن أنا عارف إن صناعة الأطراف الصناعية ماهيش برضه صناعة معقدة، يعني هي بس محتاجة زي ما بيقولوا سيستم. لا، هي الحقيقة صناعة معقدة وفي حاجات منها بسيطة، يعني في صناعات في الأجهزة المساعدة بتبقى اختراع بسيط قوي لكن بيخدم الأشخاص ذوي الإعاقة، وفي حاجات فيها تكنولوجيا فنية عالية بتصل إلى إنها فيها رقمنة معقدة جدا. زي إيه وزي إيه يا دكتور؟ يعني مثلا في ارجل صناعيه بتشتغل بكمبيوتر، ودي طبعا ادائها مختلف ووضعها مختلف. لما نيجي نتكلم الحقيقه احنا مش بيهمنا ان احنا نبقى بنجيب احدث تكنولوجيا ونخليها لكل الناس، كل من يحتاج حاجه على مستوى احتياجه بنديله. احنا مش بنعمل الحاجه اللي هي مثلا طرف صناعي بمليون جنيه لكل الناس، ولكن وجود التكنولوجيا نفسها بييسر حاجات كتيرة تحت إيد اللي بيصنع هذه الأطراف وهذه الأجهزة المساعدة، وبنكون قادرين على تنفيذها على حسب الطلب والاحتياج. دي مهمة. اللي كان موجود في مصر يا فندم أجهزة تعويضية بدائية، كثير منها يفتقد الجودة، اللي كان الحقيقة المكان الوحيد اللي بينتج مستوى عالي وذو جودة عالية كان بيبقى الأطراف الصناعية اللي بتطلع من الجيش، لأن الجيش كان عنده المصنع الوحيد اللي هو مرتبط بيه
صناعه عاليه الجوده وبيستعين بخبراء من دول عالميه. ولذلك فخامه الرئيس اول ما اعطى هذا المشروع درس ايه كل اللي موجود على الارض وادى المسؤوليه للجيش، لان الجيش له باع طويل طبعا. كل الجيوش الحقيقه بتهتم بقصه الاطراف الصناعيه والاجهزه المساعده، وخاصه الجيوش اللي هي بتبقى على عرضه انها يكون عندها حروب. وبما ان مصر خاضت العديد من الحروب فاحنا من الناس فعلا اللي جيشنا فيه وحده متخصصه جدا وعلى اعلى مستوى، وكانت كمان بتخدم المواطن العادي، ولكن امكانياتها كانت اغلبها رايحه للضباط اللي تم اصابتهم في الحروب السابقه او لظروف سابقه. لكن اللي كان موجود في السوق المصري للمواطن الغير الذي لا يعمل في الجيش كانت حاجات متواضعه، محاولات متواضعه ان يبقى في اجهزه تعويضيه، وكانت غالبا ما تعيق وتزيد من الاعاقه اكثر مما كانت بتخدم الشخص ذوي الاعاقه. وضحت الفكره يا دكتوره هبه. الحقيقه ويمكن احنا بصدد ان احنا نشوف توطين صناعه الاطراف الصناعيه والاجهزه التعويضيه زي ما حضرتك تحدثتي، وهي طبعا يعني صناعه هامه جدا وبتفيد كمان فئه هامه جدا، فئه ذوي الهمم. نشكر حضرتك جزيل الشكر دكتوره هبه هجرس رئيس لجنه الاعاقه بالمجلس القومي للمراه.